بالقاسم عملت القصب الاول والقصب الثاني، تو العباد قاعده ملمده مره اخرى، شو فما جديد في البلاد؟ ما هو عماد يندم هنا لانه ما تغير شيء في البلاد من تونس. حلول ترقيعيه هي الحاجه الوحيده اللي ظهرت تو، يكون عندك الحق تتكلم كيف تحب. معناها السياسه اللي تطبق فيها المنهج اللي تطبق فيها الدوله، السياسه معناها موجهه، انت قول اللي تحبنا نعمل نحب. باهي تتوقع فما قصبة ثلاثة؟ والله احنا رفعنا شعار نعد موعدنا، قلنا نكون الثورة هذه كشفت على العقل السياسي التونسي من يوم مواطن تونسي، أثبت عن جدارة اللي كونه في كل لحظة ينجم يرجع، في كل لحظة ينجم يطرح حقه ويعبر عن تطلعاته والأفكار والتصورات ومقارباته واختيار من هم مثلي. باهي أنت عملت قصبة الأولى وقصبة الثانية وأنت أستاذ عربية وعندك أستاذية، ونتذكر كريتك أكثر من مرة، معناها أعطوك عمل أعطوك حاجة؟ أنا ما خديتش عمل وما حبيتش ناخذ عمل إلا من الشعب التونسي ويلبس عليه، وعمري ما وقفت قدام وزارة، عمري ما وقفت قدام إدارة، وما حشيش مطالب شخصية ولا سياسية ولا فئوية. باهي القصرين تستنى تستناش حاجة معناها باش نعملوها للقصرين؟ والله ماذا بيا تكون قافلة موجودة غادي، وماذا بيا الناس تزور ميدانيا القصرين تشوف معناها التهميش والتفقير والتجوية معناها السياسة تاع القمع، معناها الناس تكوت بنار الفقر والحرمان، وناس اللي تهمشت وطلبها واستنت برشا عباد تحت معناها تحت صفر، عباد تحلم باش ترتقي لمرحلة صفر. باهي كلمة صغيرة على الصحافة وعلى الميديا، أكيد رام جواكم كيفاش يقدموا فيكم هذيك الإيماج هذيك الصورة تاعك؟ صحيح غادي معناها بالنسبة للصحافة التو ثم تعتيم إعلامي، الوجه الحقيقي حاجة، ميدانية حاجة، واللي يظهر على الشاشة تلبس حاجة أخرى. باهي أمك توكي كانت تشوفك ولا حاجة تحب تقول لها أنت؟ خاطر هذا سؤال بايخ، مي معناها عطاها ميساج، عندك شهور الرفيق قصبة واحدة قصبة اثنين تسعى الراك قدام الوزارات في الاعتصامات، وليس عندك ذكاء كبير برشا أنت، معناها تنجم تقول لها أمك في القصرين؟ قول لها تونس فيها رجال. اوكي.